حلو قوي قوي اللي انت عملتوه ده، ربنا يخليكي، ما يستحقش كل ده. لا لا تستاهل اكتر، تستاهل اكتر كتير والله. انت عملت رساله دكتوراه. لا طب ايه الحاجه اللي كنت متوقع انك تشوفها وما شفتهاش في الفيلم التسجيلي البسيط؟ لا بتاتا، ده انتوا يعني خطوا في الاعماق. صحيح؟ اه والله. طب ايه المنطقه اللي اثارت يعني شجن عندك او حزن شويه؟ هو الحمد لله رب العالمين على كل شيء، و يعني طبعا الواحد لما بيبص على صور ابني شريف، انتوا انا افتكرته في الاول انتوا فاكرين ان هو انا لما كنت صغير. لا لا، ده هو ابني. ايوه الله يرحمه، الله يرحمه. دي كانت طبعا من ضمن الحاجات الكبيره اللي حصلت لي في حياتي. طب ايه فكرك بلحظه صدق؟ هو بصي، ربنا ما يوري حد حكايه الواحد يفقد ضناه. امين يا رب، امين. دي اكبر كارثه واكبر تجربه ممكن تحصل للانسان. والانسان ما بينساهاش ولا يتعودش عليها. بيعيش وجواه حاجه فاضيه جواه، بيعيش بيها وبيحس بيها باستمرار، ليل ونهار. ولكن عايز اقول لحضرتك ايه، كان عنده كم سنه وقتها؟ 18 سنه. 18 سنه كان في الجامعه الامريكيه، كان بيدرس كمبيوتر ساينسز، علوم الكمبيوتر، هندسه الكمبيوتر واداره الاعمال. وفي يوم من الايام وهو راجع، كنت انا مسافر بره بغني كالعاده، فوالدته كلمتني في التليفون وقالت لي يعني حصل كذا. وانا كنت لازم ابتدي تاني يوم في لندن في اوبرا اسمها الحفل التنكري، كنت اول مره اغنيها في انجلترا. فطبعا انا ما فكرتش خالص. ندهت اصدقائي اللي كانوا معايا وقلت لهم انا حصل كذا وكذا وكذا. طبعا هم قالوا انت خرفت ولا بتقول ايه، ما تقدرش تقول حاجه زي دي. قلت لهم في حاجه، حد بيهزر في حاجه زي دي؟ مش ممكن. فكلموا نجوى، وطبعا كانت مصيبه يعني، ثلاث اربع انفار اللي احنا موجودين في انجلترا. نجوى طبعا كانت تعبانه، وانا كده ولا كده لغيت ومشيت تاني يوم الصبح. بس لقيت كان هناك السفير الدكتور محمد شاكر، واخذوني على المطار. طبعا انا شادد نفسي يعني، مش معقول هبقى عامل ماشي مهكع يعني، مش مظبوط يعني. اراده ربنا، ولا حول ولا قوه لينا في اي حاجه من دي. ربنا بيدينا امانه وبياخدها وقت ما هو عاوز. صحيح، ونعم بالله والحمد لله على كل شيء. طبعا شغلانه قاسيه بالنسبه لي، وقاسيه بالنسبه لوالدته اكيد، والله يرحمه. هو كان شعاع من الحياه ومن الجمال ومن اقول لحضرتك ايه، كان طول الوقت يضحك ويهزر. في قصه كده هقول لحضرتك عليها، سوري يعني انها يمكن ما تكونش. في وقت من الاوقات المدفن عندنا في الاسره اتكسر وحصل فيه مشاكل وفي بتاع، فانا صرفت عليه لغايه ما وقفته على حيله. وبعدين طبعا انا وضبت المكان بتاعي، وضبت المكان بتاع ابني شريف، وكنا موجودين هناك، وانا خدته مره طبعا عشان يتعرف على المكان فقلت له يا ابني انا هكون هنا وانت هتكون جنبي هنا، هو اللي هيحصل كذا. بعد عمر طويل ليك ان شاء الله. فبص لي كده اهو، وراح واخدني بالحضن وقال لي انا هاجي هنا قبليك. يا لطيف. واحدة ست بقى اللي هي مرات الغفير بتاع البتاع، بعد ما حصلت الحكاية دي هات، وأنا جيت بعديها بقى من نهار ومش عارف إيه وبتاع، وفاتت ثلاث أربع أشهر، قالت لي أنا فاكرة هو قال لك الكلام ده، وأنا عارفة إن الولد دوت ما هوش ابن دنيا. ده كان طول الوقت يضحك ووشه مشرق ملاك ودمه خفيف، والناس تحبه، ويجاري الغلبان ويجاري الغني ويجوي وبتاع، ودايما دايما دايما الناس كلها تحبه وعايزاه في كل حته. فقلت بقى الحمد لله ان انا اتمتعت بيه، اتمتعت بيه 18 سنه وان شاء الله لينا لقاء يا رب بعد عمر طويل ان شاء الله، وتحقق فيه كل حاجه ونستمتع بفنك الرائع. الله يخليك ان شاء الله. يا هانم.